ألف مليون مبروك الجهاز الفني واللاعبين. خلينا نرجع تاني لصالة هيئة قناة السويس والزميل محمد توفيق ولقاءات ما بعد الفوز. اتفضل يا محمد. تتواصل انتصارات نادي البطولات وكالعاده النادي الاهلي هو البطل وكاس مصر للعام الثاني على التوالي، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، النادي الاهلي للعام الثاني على التوالي بطل كاس مصر. الف مبروك لحضرتك كابتن هيثم، الف مبروك لضيوفك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. معانا واحد من اصحاب الانتصار النهارده واصحاب الفرح كابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق. الف مبروك، بطوله صعبه، ماتش صعب جدا لعبتوه على جزئيات صغيره، والتغييرات والشغل والتايمات كل حاجه في وقتها، والحمد لله مجهودكم كل بالنجاح النهارده وجمهور النادي الاهلي بالطبع كان داعم الاول. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على المكسب. يعني ارحب بكابتن هيثم وضيوفه. ماتش كان صعب جدا، عارفين ان الزمالك هينزل الضغط علينا احنا اكتر منهم، كان صعب علينا جدا النهارده ان احنا نزعل جمهور النادي الاهلي. فزنا على الزمالك تقريبا 13 او 14 ماتش ورا بعض. النهارده الماتش اللي هو ببطوله كان هيبقى صعب جدا ان احنا نخسره. مباراه يعني زي ما انت شفت فضلت ماشيه ايكوال طول الجيم، هما جايين منتهى القوه احنا جايين منتهى القوه. المباراه كنا عارفين ان مش هيبقى فيها باسكت عالي قوي اكتر ما كان هيبقى فيها روح واداء ومين هيقاتل على المكسب لاخر لحظه. مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي مش لو لعبت في اسماعيليه لو لعبنا في كوكب تاني هتلاقي جمهور النادي الاهلي ورانا. النهارده هو سر المكسب، هو اللي خلى اللعيبه لاخر لحظه تفضل تلعب. النهارده كانت اهم حاجه قدام عينينا ان الجمهور ينام فرحان. الحمد لله رب العالمين، بشكر اللعيبه والجهاز وكل الناس اللي كانت ورانا هنا سندتنا والحمد لله على المكسب. يعني كنت هسالك على الجمهور، الجمهور يمكن جمهور النادي الاهلي النهارده كان يعني الدعم الاول زي ما قلنا ودوره كبير جدا، اكيد البطولات السوبر الدوري السوبر مش هيفرط فيها وعايز بطولات اكتر اكتر، تقول لهم ايه النهارده؟ لا طبعا اي بطوله بنخشها بنلعب على المكسب، لسه عندنا البال بطوله افريقيا، عايزين نروح كاس عالم انديه، عايزين نكسبها، عايزين نكسب الدوري. المنافسه فيه كبيره، المنافسه في البال كبيره، بس احنا ان شاء الله اللعيبه والجهاز قدها. اللعيبه اللي موجوده على قد طموح النادي وان شاء الله ربنا كده يبارك لهم ويكونوا مستواهم احسن كمان في البطولات اللي جايه ونقدر ان احنا نسعد الجمهور. واهم حاجه عندنا النهارده ان الجمهور كان يخش على العيد وهو فرحان، يعني هنقول ان هو ممكن يكون كان يعني قلقان شويه من الماتش، قالوا عمرو الجندي مش موجود واحمد اسماعيل مش موجود، لعيبه كبار وبتفرق معانا جدا، بس عايزينهم دايما يبقى عندهم ثقه في الباقيين. فرقه نادي الاهلي في الباسكت بتلعب بروح، مش مهم مين موجود، اللعيبه دي اكيد بتزيدنا قوه وبتزيدنا اصرار، لكن اللعيبه اللي موجوده الحمد لله لعبت وادت ووفت كل الوعود اللي وعدتها للجمهور. المكسب ليه طعم خاص على الديربي بتاعك على الزمالك، فمكسب ليه طعم خاص طبعا ان انت بتكسب اول مره من 16 سنه اهلي وزمالك بيتقابلوا في نهائي بطوله. كان دايما الانديه كلها بتقابل بعض، اهلي جزيره، زمالك اتحاد، اهلي اتحاد، اول مره من 16 سنه كان النادي الاهلي هو اللي كسب برضه. الحمد لله رب العالمين، كان النهارده الفوز مهم جدا جدا جدا، حتى مش عشان كاس مصر، هو معنويا مهم جدا لينا الحمد لله. الف شكر كابتن احمد والف مبروك وان شاء الله نزيد من الانتصارات في الفتره الجايه. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع كابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق، وفرحه كبيره هنا في صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، مستمرين في تغطيتنا ولقاءات مهمه جدا من الصاله هنا، ومعانا زميلتنا سلا ومعاها مفاجاه ولقاء مهم جدا. الكلمه للكابتن هيثم، اتفضل. محمد توفيق شكرا جزيلا. خلينا